عليكم. على كل حال قبل ما نتكلم، انا شرف كبير ليا اولا بالدرجه الاولى راني معكم اليوم. انا هذا السياسي هذا كنت نسمع به، بل كنت نشوفه غير في التلفزيون، كنت نقرا عليه. الحمد لله يعني الشرف ليا كبير اليوم راني في وسطه. كنا نتبعه من البعيد، اليوم الحمد لله اول زياره لي المكان هذا. احنا نتمنى لكم كل التوفيق من صميم القلب، نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى مزيد من النجاحات ومزيد من التفوق في الشيء اللي جاي. وهذا اليوم المناسبة اللي لمتنا اليوم، هذا المركز تاع التكوين، ما هذه إلا عينة صغيرة. هذا إن شاء الله إن شاء الله الفرق الأخرى تحذو حذو الفريق هذا تاع السياسي. وهذا المركز أكيد ماهوش مركز تاع السياسي، مركز تاع كل القسنطينيين. يعني أنتم راكم تخدموا تبذلوا مجهود الاولاد اللي جايين واللي ما تعرفوهمش واللي تعرفوهم واللي ما تعرفوهمش، يعني المستفيد والمستغل هم ناس واحد اخرين ماهمش اللي معنا اليوم. يعني اكيد هذا ما عنديش شك فيه انه المجهودات تاعكم كلها تصب لفائده ابناء ولايه قسنطينه، ما نقولش مدينه قسنطينه، لانه النادي هذا اذا كمل ربي ان شاء الله وتم البناء تاعو يستفيد كل منه ابناء الولايه. وبدون اطاله يعني نغتنم الفرصة، نتمنى التوفيق والنجاح لكل الفرق المتواجدة على مدينة قسنطينة، لأنه احنا كمسؤولين وين نروحوا تغلب علينا الجهوية. ماذا بيا الفرق اللي عندي في البلدية تاعي قاعدة تبدا تنجح، نولي جهوي بحكم المنصب. هذه وين خدمنا، هذه هي. بدون إطالة نتمنى لكم كل التوفيق، واسمحوا لنا لكاش ما قصرنا نسينا كاش واحد. بارك الله في الجميع وبارك الله فيكم.